السيرفيس هذي طلعوا لي أبو الحيز نطيح فيه وما عدش لي وانا شحب واحد بقى تشوان والله خطأ واحد ديزيت لنا أخل خليك أحدك إذا مرحبا بكم مشاهدين المتابعين شو خدير في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة بالكورنيش اللي قرب شارع النخيل. كما كنشوفوا هاد القادوس هذا ديال الواد الحار اللي كيفون كتصب الشتا كيحلوه باش انه يقدر انه ينفذ الدنيا، ولكن الغريب في هاد الشيء كامل هو هاد الثقب اللي كاين هنايا. الدراري الصغار كيطلعوا يلعبوا في هاد الجدران هادو يقدروا يكونوا يدوزوا ليه من هنايا يقدروا يطيحوا. وهذا احد الحال المواطنين الحارس ديالي اللي كيكون هنايا غيحكي لنا يعني بعض الحوادث اللي كانوا غيوقعوا هنايا وكل ما كانش هو كان يا ربي يا ربي السلامة توقع شي حادث كبير بزاف. السلام عليكم. السلام خويا. واخ خويا عاود لنا بعض الطرائف اللي كيوقعوا هنايا بسبب هاد القادوس اللي ما عندوش البوان سيكوريتي اللي ما عندوش السيكوريتي ديالو. اول نقطه خويا غنتكلم عليها هذه مده طويله هو بحال هكا هاد القادوس ما شاء الله شحال تقريبا تقريبا القليلة القليلة شي عامين دابا بحال يعني بلا اللعيبة ديالو وكيما تعرف لنا تواجد لنا عكسرية بزاف شحال من نوبة نشوف دايت يلعبو لنا يتنبه والديهم بأن كاين القادوس محلول تما يقدرو يطيحو يقدرو بزاف قلت لي واحد المرة عتقتي دري صغير دري صغير باقي مسكين ما عارف جا لهنايا صافي ريح بحال شي غيتلاح بحال وانا نقطة يعني زيد خطفتو بحال هكا هذيك الوالد قلت ليه تما كما غاديش يعني دري صغير عقل الصبور غيبغي يلعب غيبغي يفوج شريح حنا بغا يكتشف شنو كاين لداخل بغا يكتشف بغا ينزل من السلوم كاع صغير ما عارف يعني الله يستر كون طاح كون راك حيت كاين فوق على حسب انا ما عارف كون طاح مات عاد غيجيو المسؤولين هادي كدا هادي ورجيو دابا ما حد باقي موقع لا هادي لا هادي شو هما كاع هاد الحوايج خصهم يتابعو ليهم بزاف خصهم تينتابعو حوايج خوين اللي عندهم لا اهميه لا والو تينتابعو غير شي حاجه تافهه نتابعو بحال هادشي بحال هاد الحوايج هادي راه خطر هادي راه حشومه تبقى بحال هكا المشاهدين كما سمعتوا يعني هذا الثقب هذا اللي كاينه ديال الواد الحار خطر وخطر بزاف وكيعرر الحياه المواطنين الخطر يعني الله يستر الدري كيلعب غيبغي ينزل يعني عقل الصوره هذا غيبغي ينزل يشوف شنو كاين لتحت يبغي يعرف يعني ينزل من هذاك السلوم ولكن راه كاين الفوند تقريبا شي 10 متر لتحت يصدق طيح وعاد باش غيولوا جي المسؤولين الجهات المعنيه انه باش يجي ويغطي وعاد علاش هذا الشيء ما يدارش في البديه وتغطيو هذا الشيء وان الناس انهم ما تبقاش خايفة من هاد الثقب هذا اللي كاين هنا ياك خويا كلمة أخيرة اش بغيت تقول كلمة أخيرة توجه للمسؤولين ديال المدينة الجديدة لأن يجيو يشوفوا هاد الحادثة هادي تتسمى حادثة يعني في أي لحظة تبقى شي كارثة لهنا والله حشومة بزاف شكرا خويا إذا المشاهدين كيف ما كتشوفوا معنا الثقب هذا اللي كاين هنايا اللي كاين اللي عندو الفوندو ديالو أكثر من 10 متر كيما كتشوف فيه الدري صغير غيبغي يلعب غيبغي ينزل كاع باقي الاطفال يعني اللي بغاو يلعبوا كاين حتى الصوت ما تحكموش فيه على السن حتى يفهموا واحد الموضوع بزاف يعني كما كتشوفوا الدراري الصغار كيبغيو يجيو يطلعوا فوق هاد الجدران هذا يلعبوا غيطلعوا فوق غينزلوا لهنايا او لهنا حداها يعني لازم اخذ الحيطه والحذر الله يحفظ وخاص الناس يدخل طبيعة الحال خاص الناس يدخلوا في الأمر هذا يعني أمر خطير بالنسبة لنا حنايا يعني هاد القضية هادي يعني كما كتشوفوا ها الأبواب يعني منين كيحلوها باش أنه الماء كيخرج من هاد الجهة هادي باش يقدر أنه يخرج الماء ولكن ضروري أنه خاص ينزل هاد القادوس هذا اللي كيعرف الحياة المواطنين والخطر ديال المشاهدين المجتمعيين شكرا لك نتمنى تكون خفيف على قلوبكم نتمنى الميساج أنه وصل للناس المسؤولين والجهات المعنية. Tak, bo być